طيب بتحبي لينا مشاهده التماسيح وصيد التماسيح وتحت لك الفرصه بما انت في جزيره تربط ما بين مقرنين يعني النيلين. لو دي لي الفرصه من بعيد أه. بشاهد. طيب نشوف من قريب المشاهده وطريقه الاصطياد مع احمد هلالي. خطورتها هي اول ما دعتنا الى اكتشاف عوالم الجمال والسحر هنا في مناطق السكوت احدى المناطق المكونه لمنظومه التاريخ والجغرافيا بالولايه الشماليه حيث تشكل التماسيح الخطوره المعنيه على حياه الناس خاصه وان المنطقه تمتاز بكثره الجزر والنتوءات والصخور بدعوه من العنفرح احد اشهر صائدي التماسيح بالمنطقه وبمعيتنا هاشم صائد اخر من منطقه المحس وبصحبه اهل الجزر المحيطه لمعرفتهم التامه بخطوره التماسيح هنا بما تظل تشكلها من هاجس وخوف على امتداد الجزر والمناطق توجهنا الى حيث يتوقع تواجدها وبدات رحلة البحث عما يعيد توازن الانتظار والدهشة والشوق والتخوف وما بين أن نسجل على خارطة الأيام كلمات للذكرى والتأريخ يمثل صيد التماسيح حرفة الكثيرين إلى جانب الزراعة برغم أن الحرفة هذه أملتها ظروف بعينها وما تزال الرحله مستمره والى حين الظفر بصيد ثمين يزيح ما بنا من توتر وترقب بدا العنفرح يعيد بعضا من ذكرياته القديمه وما بين الخطوره والمتعه والرفاهيه تكمن بعض التفاصيل التي توحي بفراسه الرجل وخبرته الطويله في هذا المجال ربما تم تحديد الهدف في هذا المكان ويبدو ان احدهم نائم على الشط لا يدري ان انظار الصائدين تترصد به وتتمناه لتبدا عمليه الصيد الفعليه <applause> ورغم انه متوسط الحجم الا انه ارضى بعضا من الغرور في رحله صيد استمرت لبضع ساعات لننطلق بعد ذلك الى حيث اتينا